بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا أنيسي يا جليسي يوم القيامة إن شاء الله. ثم أما بعد، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلة. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا وظلكم تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في برنامج أنين المسحورين. أنين زي ما تعودنا، يعني الأنين مش معناه الشكوى، لا، الأنين معناه ربما يكون الاعتذار، زي أنين التائب، زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت، أنين التائبين سلم يئن عند المعصية، مش بيشكو، ده بيعتذر. آه والله، لما بيقعد بإناد ربنا كده يقول له آه يا رب سامحني يا رب، والله ما كنت قصدي يا رب، والله ما كنت. الكلام ده مهم جدا، لازم أن نعترف لله عز وجل بذنوبنا. لأن أنا قلت لك كذا مرة أن الله جل وعلا لا ينزل البلايا إلا بالذنب يذنبه العبد. طيب ما هو لا مفر لنا من الذنوب، لا مفر لنا، لا مفر، طول ما احنا عايشين هنذنب، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، طول ما انت عايش هتذنب، لكن العاقبة ليست في الذنب ولكن في مصارعة الذنب بالتوبة. انك انت تعاقب على الذنوب بالإصرار على التوبة والعزيمة على أنك تخلع عن هذا الذنب، لابد لنا من وقفة مع الله، نرجع لربنا. ده إحنا دايما لما بنسمع المنادي بينبه على حد بيموت، أول ما بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله توفى إلى رحمة الله فلان، أول حاجة بنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا عارفين المرجع إلى الله بنموت، آه هنرجع لربنا، كلنا هنموت. ده ربنا حتى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. طب ما هو إحنا لابد لنا بأن نعترف بأننا ضعفاء أمام الله جل وعلا. إحنا عايزين نجدد خواطرنا مع الله جل وعلا، المناجاة، حسن الظن بالله تبارك وتعالى. لما نسمع ربنا بيكلمنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي، لو ظننت بالله خيرا قدر الله لك الخير كله، ولو ظننت بالله شرا. الناس اللي عماله تقول ده باينها بلوى ومش هتعدي، ده باين كورونا جايه كده هتحصد ومش ماشيه، ده باين وباين وباين. فاحنا هنا لا نحسن الظن بالله، دايما يكون حسن ظنك بالله ان شاء الله خير، تفاءلوا بالخير تجدوه، ان شاء الله غمه وهتعدي، ان شاء الله ربنا هيرفع عنا الكآبه والبأس والهم والحزن، إن شاء الله ربنا هيبطل سحري وهيرفع مسي وهمي وهيكشف كربي، إن شاء الله ربنا هيسدد ديني، إن شاء الله ربنا هيسترني، إن شاء الله ربنا الأخت اللي ما اتجوزتش هيجوزني إن شاء الله، إن شاء الله ربنا هيوفقني للإخوة اللي هم بيتعلموا، إن شاء الله ربنا هيرفع عني. لازم أن تعرفوا الكلام ده كله. نحن بين يدي الكريم المتلطف بعباده الذي لا ينساك أبدا، إذا نسيته تذكرك، قال أنا ربك، أنا لك، أنا معك أينما كنت، تنساني وأذكرك. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بنعمه، بيذكرك بلطفه، بيذكرك بعفوه، بشفائه، بدوائه، بكرمه، بستره، برضاه. كم مرة أذنبت ربنا سترك، كم مرة تعرضت لمشكلة وربنا نجاك، كم مرة كم مرة. عد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم ربنا نزلها علينا، لكن نحن لا نوافيها بالشكر ولا نوافيها بالحمد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول، اسمع الحديث ده كويس وعيش معاه، يا ابن آدم ارضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي، لو رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وقلبك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. خد بقى الدنيا بمرضها
بقرونتها، بهمها، بكربها، بشدتها، بذلها، بسجنها، كل حاجة في الدنيا ربنا بيسلطها عليك، بديونها، بمكرها، بمفاتنها. ده ربنا أقسم بعزته: فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية ولا يكون إلا ما قسمته لك. يعني في النهاية هتجري في الحرام، وهتجري هنا، وهتجري هنا، وبرضو ربنا اللي قسمه لك هو اللي هتاخده. هتجري عند الدجالين والمشعوذين والسحرة، وبرضو ربنا كاتب لك انك انت تبرأ بالكتاب والسنة. هتجري تعمل ايه يا ابن آدم؟ خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. يا ابن آدم إني لك محب، فبحقي عليك كن لي محبة. أنا بحبك. تصور مين اللي بيقول لنا الكلام ده؟ ربنا. ربنا بيقول لنا في الحديث: يا ابن آدم إني لك محب، أنا خلقتك بحبك، أنا خلقتك بحبك، ولو ما بحبكش كنت أخذتك بذنبك، كنت منعت عنك الرزق، ولكن كفلت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفكر في حاجة غير عبادتي، لأنك انت لو فكرت في غير العبادة هتشقى، لأنك انت لو ذكرتني هتطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رايح فين؟ تعالى قرب لربنا. ما انت راجع له، انت رايح له. انت رايح فين؟ بتفر من ايه؟ من همومك ففروا إلى الله، من ذنوبك ففروا إلى الله، من ديونك ففروا إلى الله. قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لازما نرجع له، لازما نلجأ له، لازما نبكي له، لازما نقف بين إيده، لازما نقول له: يا رب ضاقت بنا السبل يا رب، وحار الأطباء في مرضنا هذا يا رب، وعم الوباء يا رب، وكسر البلاء يا رب. ها هقول له ايه؟ مين اللي هقول له؟ اذا كان صاحب الداء والدواء بيموت، كل الطبيب تخطفته يا دردة يا شافي الامراض من ارداك، يا طبيب يا اللي بتعالج انت الاول واحد بتموت، قول له: يا شافي الامراض من ارداك. الله. وكل الصحيح مات لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من الذي عافاك. الله. واسأل وسائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. الله. وكل البصير وهو يحذر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ الله. واسأل وكل الجنين يعيش معزولا في بطن أمه بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ الله. الله. وكل الثعبان وهو ينفس سمه، من الذي بالسموم حشاك؟ الله. وكله كيف تعيش يا ثعبان وتحيا والسم يملأ فاك؟ بالله. واسأل بطون النحل تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك؟ وكل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ من الذي صفاك؟ وكل الولد الأبيض من أبوين أسودين، من الذي بالبياض أتاك؟ وكل الولد الأسود من أبوين أبيضين، من الذي بالسواد رماك؟ واسأل الهواء تحسه الأيدي بارد أو هوى سخن، واسأل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن أعين الناس، من الذي أخفاك؟ سيقولون لك: الله. 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 كلمة تدل على الجلال والإجلال والتقدير والتعظيم والتكريم والتفضيل. الله. الله. قدرة تهيمن على العالم. الله. مهيمن. الله. جبار. الله. متكبر. الله. لطيف بعباده. الله. رحيم بعباده. الله. رحمن.
الله شافي عافي، الله طبيب 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 كل الأوجاع وإن عظمت ستزول يوما، لأني أعلم أن الطبيب هو الله. كل الأوجاع قل لها وإن عظمت ستزول يوما، لأني أعلم أن الطبيب هو الله. فإن أكثرت بحمده وقلت لله الحمد فلن يستجيب لك إلا الله. لأن شكرتم لأزيدنكم. البلاية نزلت لما كفرنا بأنعم الله. اسمع كلام ربنا في القرآن، المسحور والممسوس والمكروب، ليه انت طولت في سحرك؟ وليه انت منعت الرزق؟ ليه انت اتمنعت من الزواج او من التوفيق؟ لان ربنا قال كده في القرآن. وضرب الله مثلا قرية، ولما تسمع كلمة قرية في القرآن مش المقصود القرية الريفية، الجماعة او العشيرة او مدينة او محافظة او دولة، لأن الكلام في خطاب الجماعة في القرآن خاطب القرى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وربنا خاطب القرى، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وربنا خاطب القرية، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ربنا خاطب الجماعات، دول وأسر وعائلات وقرى ومدن ومحافظات ودول في سورة القارية، في سورة القارية. فيقول ربنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كنا زمان اي حد يقول لك اروح اي مكان برزق وربنا بيرزقني، يسافر هنا يجيب رزق، يروح هنا يجيب رزق. اه والله النهارده يقول لك مفيش عم الشيخ، الدنيا متقفله، الابواب كلها اتقفلت، مفيش عم الشيخ، الايد قصيره والعين بصيره، مفيش عم الشيخ. اقول له عارف ليه؟ لان ربنا قالها في القران. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كان أمن واطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. عملنا إيه يا رب؟ عملنا إيه يا رب عشان ينزل الوباء والبلاء؟ عملنا إيه يا رب عشان تيجي كورونا وغيرها؟ عملنا إيه يا رب عشان ينتشر هذا الغم والهم والبأس واليأس والحزن؟ عملنا إيه يا رب؟ فكفرت بأنعم الله. كفرنا بنعم ربنا مش كفرنا بالله. الخير كان كتير وبنسب وبنلعن، الخير كان موافينا والأمن والطمأنينة، وكنا بنقول تغور في 60 داهية النعم دي. كفرنا بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بإيه؟ بما كانوا يصنعون. كلنا خايف النهاردة، إلا من رحم ربنا، إلا من أحب لقاء الله. اللي بيحب لقاء ربنا مش همه يموت بكورونا من غير كورونا، مش همه. أنا رايح عند الحبيب، الحبيب الله هو الحبيب المحب، الله هو الحبيب المحب، كيف أكره لقاء الحبيب، الحبيب المحب. كله خايف من الموت، عارف ليه؟ لأنك أنت مش مستعد. اعترف بكده واعترف بكده، مش مستعدين للقاء الله. السيدة عائشة تقول للنبي كلنا يكره الموت يا رسول الله، قال لا، الموضوع مش كده خالص. إن العبد إذا عمل عملا صالحا أحب أن يقبضه الله عليه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وإن العبد إذا عمل عملا غير صالح كره لقاء الله، يكره. هيموت إزاي وهو زاني؟ هيموت إزاي وهو مرابي؟ هيموت إزاي وهو بتاع رشوة؟ هيموت ازاي وهو ظالم؟ فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فيقول الله للملائكة اعطيه سؤلة ودعوه يتمتع في الدنيا فليس له في الآخرة من خلاق، إلا إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا إن تاب
لأن ربنا قال في القرآن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك أولئك يا رب هتغفر لهم بس؟ لا. هتتوب عليهم بس؟ لا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لغاية دلوقتي مش عايز تتوب ليه؟ مش عارف. لغاية دلوقتي انت عارف ان الدنيا في خسران، الدنيا دلوقتي في نقصان، نقصان أرواح ونقصان أموال، اقتصادات الدول كلها بتنهار بكلمة كن فكان، اقتصاديات الدول تنهار بكلمة كن فكان، بفيروس ضعيف اسمه كورونا أضعف من الإنفلونزا، ضعيف ولكنه استطاع بقوة الله أن ينفذ بقدر الله ويدخل البيوت ويدخل الحناجر ويتركز في الرئة وياخد النفس بتاعك، الأنفاس، سل هذه الأنفاس والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، الأنفاس دي لازم أن تخرج بتوحيد الله، الأنفاس دي لازم أن تخرج بطاعة الله، الأنفاس دي لازم أن توحد الله، تسبح الله، تكبر الله، مش تخرج في معصية، مش تخرج في حب وأهط لليل، مش تخرج في نداءات، نداءات على الحبيب وعلى المشاحنات وعلى التحرشات والإباحيات، هي دي الأنفاس؟ لابد لك أن تتنفس بذكر الله، أنفاس معدودة وانت عايش كده أنفاسك معدودة، هذه الأنفاس لابد لها من توقيت أن تقف وتنتهي بأمر الواحد الديان، هيجي وقت خلاص مفيش نفس طالع ولا داخل، أخذت حظك من النفس، عد أنفاسك بالذكر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عد أنفاسك بالحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عد أنفاسك بالتهليل، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عد أنفاسك بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، أه والله، عد أنفاسك بتلاوة القرآن، عدوا أنفاسكم باتباع سنة الحبيب العدنان، عدوا أنفاسكم في البر والتقوى، في الصلح والإصلاح، في الدعوة إلى الله بالحسنى، عدوا أنفاسكم بالتذكير بأمر بمعروف ونهي عن منكر، لكن تعال نعد أنفاسك كده، وأنفاسك غيبة نميمة، تعال أنفاسك في جمع مال حرام، هات وخد وسسقي الميزان وبطل فتلة في الميزان في كفة وشد، تضحك على مين؟ الشاري اشترى ومشي وربنا يبارك له في القليل اللي انت ضحكت عليه فيه، لكن انت ربنا بصرك وشايفك هتروح بالمال بتاعك لا بركة فيه، ويوم القيامة خزي وندامة تكون عليهم حسرة يوم القيامة، والله العظيم حسرات، والله حسرات، شفنا ناس كتيرة وهي بتموت جمعت بلا من حرام يقول ادعي لي يا عم الشيخ ان انا اقوم عشان اتبرأ من الحرام اللي انا، بس هيهات هيهات، كان الله أسبق في كلماته، قال لهم لا هاتوه، ما انت عايش دي لك فترة، الآن وانت بتموت عرفت أن لك ربا سيحاسبك، عرفت يا اللي بتروح لدجال ومشعوذ وساحر ان ربنا هيحاسبك، عرفت ايها الساحر يا اللي طلقت وعملت، عرفت الكلام ده؟ اه عرفت، بس عايز ارجع يا رب اتوب، يقول له كلا انها كلمة هو قائلها، ده بيلعب، ربنا عارف بيك انك انت مش بتاع توبة وانك انت مش بتاع التوبة، هترجعوا ربنا امتى؟ على فراش الموت؟ اعتقد ان الرسالة وصلت من كورونا إن هنا ليس هنا في هذا التوقيت أدنى اعتذار، الكل يلاحقه الموت، والله العظيم الغني والفقير، المسؤول والسائل، اللي في منصب واللي مش في منصب، العزيز والذليل، البعيد والقريب، الصغير والكبير، المريض والصحيح، الكل الآن يحاصره قدر الله عز وجل، ها يلا يا عم يلا يا فتك ورينا هتهرب ازاي؟ ها؟ وكله بياخد بكل اسباب الاحتراز، الكمامه والكحول وتجيله. ولو كنتم في برج مشيده، يلا يا سيدي ورينا قدرتك، تنافس، وكأن هذا الفيروس هو تحدي من الله جل وعلا لكل من دعت قدرته الى ظلم الناس، وقال انا قادر فالله اقدر منه. انا معايا الله عز وجل اعز واكرم. وأقدر
والله رسالة من الله جل وعلا إليكم جميعا، مش هتنفع مالك أهو. أسمع أن رجلا، رجل من رجال الأعمال، والله ابنه بيقول لي، والله يقول لي جات له هذا المرض وضيق التنفس، وخدناه في العربية ودورنا على المستشفيات أيام الغمة الكبرى، يقسم بالله نبحث عن سرير لو في اليوم ب100,000، ب100,000 في اليوم، ب100,000. بقول والله ما وجدنا، ما وجدنا، ومات هو في السيارة، لم ينفعه ماله في اليوم. قالوا له هندخله بس لو اليوم 100,000، لأن الولد بيقول لي صعوبة المنظر وحشرجة الصوت ونزاعة الصوت وبنازع التنفس، يلي بتقول فين نعم ربنا. انظر لأنفاسك الآن وانت قاعد بتستمعني، قول الحمد لله. وانت بتتنفس طبيعي دلوقت قول الحمد لله، وانت بتتنفسي طبيعي دلوقت قول الحمد لله، وانت قاعدة بتشربي الشاي وبتاكلي دلوقت قول الحمد لله. غيرك دلوقتي على أجهزة التنفس الصناعي ومش عارف برضو يتنفس. من القادر ومن المهيمن ومن العزيز ومن الجبار ومن الشافي ومن العافي؟ ألا هو الله، مفيش شك في كده. كلنا معترفين بذنوبنا يا رب، كلنا اعترفنا بتقصيرنا يا رب، كلنا اعترفنا بأن احنا بعدنا عنك يا رب دعاة ومدعوين. ها كلنا معترفين بأننا بعدنا عن الله جل وعلا، وآن الأوان أن احنا نتذكر أنك أنت ما تركتنا إلا بلطفك. لو كان فينا حد عايش دلوقت ده لطف من الله عليه يستوجب منا الشكر. الحمد لله يا رب أن أنا لسه بتنفس طبيعي، لكن هل أنت خرجت من هذه الدائرة؟ أبدا أبدا، والله ما خرجت، والله ما خرجت. سيلاحقك الله جل وعلا بجنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربنا كتيرة، إذا كانت كورونا واحد منها ففي غير كورونا كتير كتير، بس لا يرفع البلاء إلا العودة إلى الله جل وعلا وكثرة الدعاء. اللهم إنك ما أنزلت بلاء إلا بذنب، وما رفعته إلا بتوبة. فيا رب تبنا بين يديك ورجعنا إليك، وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا. وأهم معصية أنا بعدك إيمانيا ليه؟ عشان لما تجيلي المركز يبقى عندك ثقة في الله. لما تقول لي أنا عايز أتعالج من السحر والمس والعين، يبقى الأول أنت عارف مين الشافي ومين العافي، وإن إحنا أسباب، بس أسباب يقينية بنترجم فيك يقين القرآن والسنة، حجامة أو برنامج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تجيلي مؤمن آمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لمين؟ للمؤمنين. لازم تكيل عندك إيمانيات، لازم نزرع لك في أول الحلقة إيمانيات، وبعد كده نقول هو العلاج السحر والمس والحقد والحسد، لأن كل أمراض قلوب. لو الساحر قلبه معدول مع ربنا مش هيسحر، ويقول إني أخاف الله رب العالمين. لو اللي راحت للساحر عشان تسحر لك أو تسحر لك عارفة ربنا، هتقول إني أخاف الله رب العالمين. لو كلنا عدنا إلى الله عز وجل ما هيكونش في حاجة اسمها علاج بالقرآن أو أروح لشيخ، لا، هيبقى في حاجة اسمها عايز أتدبر القرآن، عايز أعرف سنة الحبيب العدنان، عايز أتعرف على الله جل وعلا. لكن إحنا ما زلنا إلى الآن بنعرفكم إزاي تحب ربنا. أنا محب بس بالكلام، تطبيق العملي صفر. عرفت منين يا عم الشيخ؟ البلايا اللي نازلة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا، يعني تبقى على الملأ على التلفزيون، التبرج والإباحية، البوس العلني، الحضن العلني، ما دي الايه الحاجات الجميلة اللي بيتدرسها الناس دلوقتي على التلفزيون، ها الكلام ده كله حتى يعلنوا بها. إلا فشى فيهم الطاعون والوباء والغلاء. يبقى طاعون وباء وغلاء. خلي بالكم الكلام ده كلام الحبيب المصطفى. الفاحشة تعرف الوباء ده نازل امتى؟ لما تكسر الفواحش. يبقى ترجمة الفواحش ايه؟ الطاعون والوباء. طب يرفع امتى يا رسول الله؟ حتى تعودوا الى الله جل وعلا.
يبقى نصيحة النبي لما ينزل الطاعون مش الكحول والكمامة يا حبيب قلبي، العودة إلى الله، مش الاختباء في البيت، ومش طالع لما تغوم تنزاح، مش هتنزاح إلا بالعودة إلى الله. خلي بالك الكلام ده كلام مين؟ كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله هنفتح الاتصالات بتاعتنا ونسمع كلامكم الجميل ونتعايش مع بعض في الحقبة الأخيرة من الحلقة، نسمع الأحاسيس، الأمراض، الأدواء، ونتكلم مع بعض إيه اللي أنا بحس بيه وإيه اللي أنا بشعر بيه، إيه اللي أنا بختنق منه، إيه الأعراض اللي هي ممكن تسبب بسبب السحر أو المس أو العين أو الحسد، إيه الرؤى المزعجة اللي ممكن تترجم على إنها أمراض من الجن، وإيه المبشرات اللي ممكن حد يشوفها ويقول لنا عليها النهاردة ونقول هذه بشارة من الله جل وعلا بزوال الغمة ورفع قيمة الأمة. معنا أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا أستاذة داليا. أهلا بحضرتك. تفضلي. ممكن أحكي حلم؟ اتفضلي يا أستاذة داليا. كنت في يوم يا شيخ حلمت إن أنا اللهم صل على النبي. أنت نسيتي يا داليا ولا لسه بقول إيه؟ نسيتي وأنت لسه في أول الحلم ولا إيه؟ نعم. نسيتي في أول الحلم ولا إيه؟ لا لا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كان روح زي شريرة كده، كنت أنا وأهلي موجودين. نعم. يعني بقى يلف حوالينا روح الشريرة دي. نعم. وبعدين سمعت كلمة محفوظة في الحلم. نعم. فبعدين أنا فضلت أقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. وبعدين يعني وأنا بقرأ بقى صوتي يعلي. نعم. وبعدين رفعت صبعي لفوق للسما كده وأنا نايمة، وبعدين ابني يعني ايه قريتها كم مرة كده لحد ما صوتي يعلى وانا نايمة برضه. ابني صحي على صوتي، فحاول ان هو يصحيني، ما عرفش، بقى يفتح في عينيا ما عرفش، ومع ان انا سامع صوت ابني بس برضه بقيت اقول الله لا اله الا هو، وبقيت اختمه. وبعدين جات في ثلاث مرات يعني قريتها، بقيت اكرر لاني تذكرت كنت قريت في كتاب إن واحد راح يعني يأجر بيت، فالبيت ده فيه جن وكده، وبعدين افتكرت آية ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. نعم. بقيت أكررها ثلاث مرات. نعم. وبعدين أكرر الآية ولا يؤوده حفظهما ثلاث مرات لحد ما تمت القراءة. يعني إيه؟ يعني ثلاث مرات كده ابني حاول يصحيني ما عرفش. وبعدين يعني بعد ما تمت القراءة خالص لقيت ابني بيصحيني وبيحكي لي على اللي حصل مني. نعم. ده حلم. وفي حلم تاني كان جالي يعني ايه جالي يا شيخ امي وخالي، فامي بتشتكي له بتقول له مراتك عملت فيا كذا وكذا، وبعدين قال لي يعني ايه وطى وشه في الارض كده ما عرفش يرد عليها. وبعدين مراته ديت قاعده يعني سابته متجوزت وقاعدة عريانة بقميص لون كده وشعرها منكوش، وأنا بقول خالي إزاي سايبها عريانة كده ما بقولهاش غطي شعرك ولا أستري نفسك. نعم. وبعدين ابنها مسك موبايل وعمال يسجل للناس. وبعدين أنا رحت، كانت ستي برضو زعلت من عيالها إن هم مزعلين أمي، فأنا رحت ورا ستي وأختي راحت ورا أمي، فأنا بصيت لقيت ستي دخلت مكان واسع في خضرة بسيطة كده. وبعدين بصيت لقيت بعد ما ستي اختفت من المكان ده لقيت واحد اللي هو بيدفن في القبر، الشخص اللي بيدفن ده بيدفن واحد وبقول السيد أبو مصطفى. نعم. شفت فيه تعابين والعياذ بالله، تعابين يا دوبك حط الراجل ده في القبر، بس لقيت تعبان نزله كده وتعبين كتير قوي في القبر ده. راح الراجل اللي بيدفن ده قال ان ماتوا عياله السبعه وفي كل قبر سبعه، في كل قبر تعبان. نعم. فانا ايه قلت ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. الله ونعم الوكيل. طيب يا حاجه داليا، حضرتك تعاملي ايه في الصلاه والعباده؟ لا انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب تقبل مني يا رب. يا رب يتقبل مني. طيب انت حضرتك كنت بتتعالجي قبل كده من مس او من سحر؟ وبعدين يا شيخ معلش هكمل لك حاجه، انا بسال سؤال بس رد على السؤال الاول، انت كنت بتتعالجي قبل كده من مس او سحر؟
لا ما تعالجتش. يعني ما عملتيش اي رقيات قبل كده؟ لا لا، يعني انا بسمع رقى شرعيه، طيب بقرا قران. ما انا بسال عشان كده. طيب طالما بتسمع رقى شرعيه لابد انك انت تعملي بقى رقيه اللي هي ملموسه، اللي هي بماء ماء الورص اللي هو نعته النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ابي الارقم، يا ريت تغتسل بيه لمده 7 ايام وترش بيه اركان البيت، لان هناك يعني دخل من الشيطان يحاول ان يلتبس بالجسم. مش شرط ان الشيطان يبقى جوه الجسم عشان اعمل الرقيه، لا، ده ممكن الشيطان يكون موجود في المكان اللي انت فيه ويحاول ان هو بيكتفك وانت نايمه، بتحاول تعمل صوت، تحاول تقومي ما بتقدريش، فبياتي هاتف من الله بيخليك تقرا ايه الكرسي. ودي حال ناس كثيره جدا تقول يا شيخ انا بقوم ما بقومش وما بقدرش اقوم، حتى عايز انادي مش قادره، عينيا مفتحه مش قادره انادي على حد، ما بقومش الا لما اقول سوره الفاتحه او ايه الكرسي او على حسب ما وفقها الله جل وعلا وقرات من القران وهي نايمه. فانت محتاجه لرقيه، ربما كان هناك سحر قديم اللي هو يدل عليه القبر او الميت اللي وضع في القبر، شفتي تعبان وثعبان، يدل على امرين، اما شغل ساحر واما عدو، فالحاله بتاعتك دي تدل على شغل ساحر، فيا ريت تعملي رقيه شرعيه بماء الورص، رش البيت والاستحمام وسماع صوت البقره، الاستغفار، اذكار الصباح والمساء، 7 تمرات عجوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح بهن لا يصيبه مس ولا عين. فان شاء الله هنستمر على هذا الامر لمدة 40 يوم، وأنا بس في مدة 40 يوم في العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ في جسد السحر بعد 40 يوما، وكأن مدة 40 يوم هي مدة اختراق الجن للجسم، وأيضا هي المدة التي يتم فيها الشفاء، مدة 40 يوم. ورقم 40 لأنه هو رقم له إعجاز في القرآن، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فال40 تدل على شدة الشيء. وأنا بقول للإنسان طول ما أنت مصر على فعل الأشياء من القرآن والسنة، هذا إثبات يقين أنك أنت متأكد أن القرآن والسنة لا غلبة لهم، لا غلبة عليهم، محدش يقدر يغلبهم. الراجل راح للنبي وقال له يا رسول الله أن أخي يشكي بطنه، قال اسقي عسل، سقى عسل تعب، راح له في الثانية سقى الثانية استطلق بطنه، قال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، قال له اسقي الثالثة فسقاه الثالثة فزاده استطلاقا، فقال له النبي اسقيه الرابعة فبرى. الإصرار على عمل الشيء الذي أمر به الله ورسوله هو إثبات يقيني أن كلام الله حق، ده بالنسبة لي أنا، وطبعا كلام الله حق لا محالة، لكن إحنا بنتكلم على الاعتراف مني أنا. ناس كتيرة ألحدت، شباب مسلم ألحد، مش معترف بوجود الله، ناس كتيرة بتسب الدين، مش معترفة بقيمة هذا الدين، ناس كتيرة ماشية في الحرام، مش مقتنعة بالحلال، ناس كتيرة يعني ماشية بالاسترزاق بالرشوة والربا، مش مقتنع بان الحلال فيه بركه. فهنا احنا بنقول ان البني ادم لما يروح لساحر ويوقن ان الساحر ده هو اللي هينجيه ويفضل ياخد على دماغه، قال له طب ما انت ماسك في الساحر ده وقول ماشي معاه دي 10 سنين او 20 سنه. لكن لما يجي عند القران والسنه تتباطأ اقدامه كانه بيحبي. ليه يا عم؟ لك اصل الموضوع هيطول. لا ما هيطولش. الله يريد منك ان تريه صدق اليقين. لذلك انت مش هتصحى الا بصدق يقينك. سليم خلينا في الموضوع ده. السلام عليكم ام احمد. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. ازيك أيوة يا شيخ؟ ازيك ام احمد؟ الحمد لله رب يديك الصحه يا رب. انا اللي كنت كلمتك من 3 اسابيع على ابني اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو كان عنده سحر. ايوه اتفضل يا ام. هو بيستحمى بالرقيه مقروء عليه ويدهن بزيت زيتون وياخد عجوه على الريق ويقرا سوره البقره يوميا يقراها ويرجي نفسه، بس الان لغايه اديله بتاع شهر لغايه دلوقتي لسه ساكن في ناحيه البورستاتا، ولما يقرا السحر ولما يقرا الرقيه ابني يبص يلاقي يتحرك يتحس بالحركه في جسمه. امتى يا شيخ يتحس منه دوا؟ يعمل حجامه يا ام احمد. يا ام احمد انا قلت ان الرقيه لابد ان يكون هناك راقي، مش الرقيه اللي تبع التلفزيون او الكمبيوتر او الهاتف، لا، الرقيه لابد ان يكون راقي يتابع الحاله ويعمل حاجه اسمها تخريج، حاجه اسمها تخريج، تخريج بالوغز عن طريق الجنب اليمين من العين اليمنى بابره سكر، ويقرا ايات التخريج ويقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله اخسى عدو الله، هكذا قال رسول الله. لازم ان يكون بهذا الامر راقي، لان الجن مش اهبل، الجن مش عبيط. سليم انت لما تجيلي عايز عمليه بتروح للدكتور ولا انت بتفتح بطنك وتعمل العمليه اذا كان الالم في البطن؟ لازم دكتور متخصص عارف يمسك المشرط ازاي ويخرج
الشيء الفاسد في المعدة ازاي. كذلك الجن ده مخلوق فاسد اخترق، مش كل الجن يعني، لا الجن اللي هو الغير صالح بيفسد البنية، بيفسد الجسم، بيفسد الفكر، بيفسد النظر، سليم بيفسد الهيئة. فهنا لما بيجي نخرجه النبي علمنا طرق التخريج ازاي. ما ينفعش بتروح بالرقية، انت هتسمع الرقية، الرقية هتحضر الشيء فيخلي الجسم يميل شمال او يمين او يتحرك قدام او ورا، لكن تخريجه لازم أن يكون راقي يتابعه، شيخ يكون عارف بالرقية والحجامة، جامع الاثنين مع بعض. في امور لازم أن تحتاج لتدخل الحجامة، الموضوع ده لازم أن نعرفه، لازم أن حجامة مع الرقية الشرعية. السلام عليكم ام محمد. وعليكم السلام. اتفضل يا ام محمد. الله يكرمك. كل سنه وانت طيب. تقبل الله منا ومنك يا رب صالح الاعمال. اللهم امين يا رب. تفضل. بقول لك يا شيخ، انا كنت متجوزه قبل كده. ومعايا من الراجل الاولاني ولد. نعم. فالحمد لله يعني كنت ساكنه في وش بحيره. كنت بحلم ان بيجيني من البحيره دي جنيه. تيجي تهجم عليا يقول حش حش الجنيه تخمن نروح نازله في الميه. نعم. يبعد عني، وانا كنت في الحلم بغسل الهدوم. يجي في الحلم بقى يعمل، يجي عليها شيخ يتلاقيها ايه، يلاقيها نطت الميه، يبعد يتلاقيها جايه تخنون على البلكونه. فطلعت منه واتجوزت واحد، جبت منه 3 عيال. بلاقي بقى انا سكنت في بلد غير البلد دي، بلاقي مكتوب على باب الشقه ميه. ولما بيجي يحصل معاشره زوجيه وكده بلاقي حد كانه خانقني او رابطني من دماغي من زوري. نعم. فالوقت يا شيخ بحط على الميه دي ملح، الاقيها كان فحل، حط حاجه وجوزي يشمها دم، انا شمها ولا اعوذ بالله ريحه نجاسه. طيب يا ام محمد، ما احنا قلنا كذا مره ان الملح يهيج الجن، وان معظم السحره يستخدمون الملح في تحضير الجن، وقلنا الملح لا يرش ولا يذاب في الماء ويترش بالبيت، لان كده انا بعمل يعني شوربه للجن يجي يلعق فيها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الاولى جاء نفر من الجن وقالوا يا رسول الله صف لنا طعاما، فقال طعامكم الملح والعظم. خلي بالنا في الموضوع ده كويس جدا، والكلام ده انا بقوله ادي لي 15 سنه منذ ان خرجت الى الفضائيات او 17 سنه تقريبا، وانا بقول يا اخواننا موضوع الملح يهيج الجن. يا ام المطهر رش الملح 7 مرات، ده كلام تدليس، مفيش كلام ده. النبي علمنا الولد لما يجي نعمل ايه؟ نحنكه بالتمر، واحد كده ابوه ولا واحد من الصالحين يمسك تمره ويندغها وياخد الريق. ما تقولش اقع، انا لا، مفيش الكلام اسمه اقع في السنه. ده ريق الصالحين ده مداده طاهر، يخرج من فم الصالح فيدخل في فم الطفل، ففم كان بيقرا القران او بيقرا القران او الاذكار فينتقل للطفل فيطلع ذاكر لله حافظ القران، مش ماما وباباه ومرسيو بكو والكلام الفاضي اللي احنا بنعلمه للاطفال دلوقتي. تقول لي الحضاره، مش الحضاره، حضاره النبي هي اسمى الحضارات وهي اللي علمت العالم كله العلم اللي احنا فيه دلوقتي، سواء علم غرب او علم شرق او ما شابه ذلك. لكن موضوعك ان شاء الله انت كده مصابه بسحر، السحر ده انتقل معاكي الان، بدا يتحسس جسمك، لانه السحر ده له فتره هو سحر تفريق، وحصل التفريق فبينتقل للجن. بعد كده الجن عاشق، ساعه المعاشره هتحسي بحاجه بتخنقك وهتشمي ريحه الماء ان هو ريحه نتان او نجاسه. فيا ريت الله يكرمك، لازم تتابعي مع حد يفك اولا طلاسم السحر. احنا عندنا الفك والقفل اللي في علم السنه، الفك لان السحر قائم على قوائم 5: علم التبسيط وعلم التكسير وعلم التنجيم وعلم العزام وعلم الحرف. 5 دول لازم يتفكوا. نعيدها تاني، اي واحد مسحور بيجي السحر بتاعه قائم على قوائم 5: علم الحرف اللي هو اسمك واسم امك، علم التبسيط اللي هو تجمع الحروف وتفريطها، علم التكسير اللي هو يكسرها ويجمعها ايه ارقام وحروف وبعد كده يحطها في مربعات، علم العزام يعمل العزيمه بتاعته، علم التنجيم يروح ايه مرحلها زي النايل ساك كده، زي القمر الصناعي على نجمه، كل ما النجم ده يجي كل شهر او كل سنه او كل يوم او كل اسبوع على حسب دوران النجم ده بيكون تجديد السحر. في ناس تقول لك ايه، بيجي على المغرب يهيج زي المجنون من المغرب لغايه الفجر. في ناس تقول لك لا، كل اسبوع في التوقيت المعين من اليوم الفلاني بيهيج، او بيحصل له تمارض، او بيحصل له اللي يحصل له. في ناس تقول لك كل شهر 13 و14 و15، او اول الشهر العربي او اخر الشهر العربي. في ناس تقول لك كل سنه في توقيت معين من رمضان. والله ناس تقول لي في رمضان، تصور رمضان، واحد تقول لي يا عم شيخ مش بيقولوا رمضان بتغلي فيه الشياطين؟ يا اخوانا شياطين ومرضة الجن، مش شياطين السحر. جن السحر لا يغلي فيه رمضان، لكن يغلي مرضة الشياطين وكبرة الشياطين فقط. استاذة حنان السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة حنان؟ الله يسلمك يا شيخ، معايا حلم لو سمحت. اتفضلي يا استاذة حنان. والله انا حلمت ان انا في حجري بتاع كام حمامه بيضه كده،
وفيهم واحدة مختلفة يعني اللون لونها أزرق، وفي واحدة صغيرة خالص ماشية على الأرض نعم في اللي في حجري اللي فيهم اللي هي المختلفة دي، وواحدة تانية صغيرة ماشية على الأرض. نعم بس أنت معاك كم من البنات يا أستاذة حنان؟ ثلاثة؟ أنا معايا أربعة. أربع بنات؟ آه أربع بنات، واحدة واحدة ماتت عند ربنا. يعني أنت معاكي ثلاثة أربعة وواحدة ماتت، يبقوا خمسة. أي طيب بفضل الله عز وجل. بصي يا أستاذة حنان، اللي في حجرك دي هي إن شاء الله من تنتظرك يوم القيامة عند الحوض إن شاء الله جل وعلا، لأن الحجر ده قريب. طب ماشي على الأرض دي يا ما هو إن شاء المولى جل وعلا لك ابنة إن شاء الله تحتسبيها عند الله جل وعلا بإذن المولى، تكون شافعة لك عند الله يوم القيامة. يعني إن شاء الله إذا حمدت الله على وفاة البنت يقول الله جل وعلا: ماذا كان من عبد قال حمدك واسترجع من ساعة الوفاة. بس في أي وقت كل ما تذكرها وتحن إليها الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله جل وعلا: ابن العبد قصرا في الجنة وسموه بقصر الحمد. أنت لك ابن إن شاء الله، إن شاء الله تكون إن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة إن صبرت وشكرت، وكلنا إلى الله راجع. أما البقية من البنات إن شاء الله فاهتم بهن، فمن ابتلي من البنات في شيء فأحسنت إليهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنا وهي على باب الجنة كهاتين. شوف الصبعين ملاصقين بعض إزاي. من ابتلي من البنات في شيء فأحسنت إليهن أو أحسن إليهن، سواء رجل أو امرأة، كنت أنا وهي أو هو على باب الجنة كهاتين. هتلصق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بتعتبر أن رزق البنت بلوى فبيسود وجهه وقزم أول ما يبشر بالأنثى. لا، بقول لك أن البنت رزق وطاعة وبركة، ولولا البنت ما كنت أنت موجود دلوقتي، لأن أمك كانت بنت في يوم من الأيام وبقت أم، بقت زوجة وبقت أم، وبنت جيت للدنيا، فليه تزعل أنك أنت جبت بنت؟ ده هي البركة وهي النعمة. فربنا يبارك فيكم وبارك لك في أولادك، واحتسب بنتك عند الله جل وعلا. إسراء، السلام عليكم. أستاذة إسراء، إزيك يا أستاذة إسراء؟ الله يخليك يا شيخ. الله يحفظك، تفضل. يا شيخ، أمي حلمت إن هي تتزوج يعني واحد متوسط وكده، ولبست الفستان الأبيض وكده، بس هو شخص متوفي يعني. والدك موجود؟ آه والدي موجود. طيب أمك عاملة بس هم يعني هم منفصلين من فترة كده يعني، يعني هو متجوز عليها ومنفصلين من فترة. مش مطلقين يعني، هو في مكان وهي في مكان يعني. اه مطلقين. طيب هي عامله ايه مع الله في الصلاه والعباده والذكر والدعاء؟ عامله ايه؟ لا، هي الحمد لله رب ما بتسيبهاش وقت. طيب يعني ان شاء الله زواج المتوفى في الرؤيا يدل على الحزن والكرب الشديد. طبعا هي في كرب، يعني هي في كرب شديد. اي امراه طبعا جوزها بيتجوز عليها بتبقى الدنيا ماتت، تمشي في جنازته ولا تمشيش في جوازته، يعني تقوم كده تطلع عليه النهار كده على المقابر تتمنى هذه الامنيه، ودي يعني عله موجوده عند النساء، يعني بشاره مرأة يتجوز عليها جوزها تجي له فرة تاخده ما يطلع عليه النهار الصبح. فدي طبعا حاجة موجودة يعني، ايه بسم الله ما شاء الله تعهدتها النساء يعني. وطبعا هي في كرب جديد، فأنا بوصيك يا أختي الكريمة انك انت توصيها بذكر الله، وانها تلجأ الى الله عز وجل بأن يربط على قلبها بالصبر، وطبعا ده بيكون المرأة المحبة لزوجها يعني. فنخلي بالنا من الموضوع ده قوي، يعني هي في كرب شديد وضاق صدرها بالحزن، فإن شاء الله نحتسب الأمر برضو عند الله. هي بالنسبة للمرأة ابتلاء شديد، إن لم يكن عندها فقه التعدد طبعا، وهو أساسا تجوز عليها وهو تلقاه ما بيصليش، يعني هو تلقاه سبحان الملك يقول لك سن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم أنت بتصلي؟ أنت محافظ على الصلاة في جماعة؟ أنت بتقيم الليل؟ لكن هو لازم أنا أقيم الليل عشان لازم طبعا تقيم السنة كلها، بعد كده تفكر في التعدد، مش على طول تخش على بوابة التعدد وأنت أساسا ما بتصليش. فنسأل الله أنه يربط على قلبها، وأن هو إن شاء المولى يجعل هذا الحزن في ميزان حسناته، بس يكون الحزن ده حزن حب مش حزن تكبر على الله جل وعلا او عند. فربنا يبارك فيكم. استاذه هبه، السلام عليكم. السلام عليكم استاذه هبه. السلام عليكم. طيب احنا يعني دائما ابدا في نهايه الحلقه بنتكلم عن نخلص القلوب لله عز وجل، نطلع بقى حب الدنيا. والاخت اللي امها بتشوف انها متجوزه واحد متوفي، قولي لها فضي قلبك لله عز وجل، عيشوا مع ربنا، ابتهلوا الى الله بالدعاء والرجاء، عودوا لله تبارك وتعالى، جددوا الايمان، استعدوا للقاء الله عز وجل. دلوقتي الموضوع مش محتمل انك انت هتمرض امتى ولا هتموت امتى، ربما يكون الان. مش محتمل المفاجآت عصر الفجأة، موت الفجأة اللي قال النبي عليه أخزة آسف، موت الفجأة أخزة آسف. يعني ايه أخزة آسف؟ يعني واحد هيتأسف، هيتأسف، أنا آسف يا رب،
انا والله غلطت يا رب رجعني يا رب. هو ربنا دوانا في القران كده، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يا رب والله بس رجعني، والله يا رب انا غلط. اقسم بالله كلنا هنقولها، اقسم بالله. يتمنى المحسن لو زاد لو رجع فيزيد في احسانه، ويتمنى المسيء لو عاد فيكف عن اساءته، يتمنى المرابي لو يرجع يتبرع بماله كله والله العظيم، يتمنى المرتشي والراشي لو يرجع يتبرع من ماله كله، يتمنى الظالم انه يرجع يعدل ويقول لا انا اغلطت اعفو عن، والله العظيم. بس هي دي الدنيا، انا مش عارف ايه العقل البشري ده. الموت عندنا في كل حته من غير ما يكون في كورونا. انك ميت وانهم ميتون، النبي ربنا بيخاطب النبي، انك ميت يا محمد وانهم ميتون، كلنا الى الله راجع، كلنا رايحين لربنا. فاحنا لحظات الوداع بقت كتيره، كل يوم بنودع صديق، اخ، نسيب، جار، زميل، صاحب، قريب، اب، ام، اخت، خال، عم، خاله، عمه، كل يوم كل يوم بنودع. لكن لغه الفقه كان ايه؟ اصل يا عم ده كبير في السن يا عم، طب ما هو بياخد شباب وبياخد اطفال. اه والله العظيم بيقتلع اب من جذور اولاده، اولاده صغار، يا عيني ده اولاده صغيرين. انت بتقول لي مين يا عيني؟ لله اللي مالك كل شيء. يا عيني ايه؟ مفيش حاجه اسمها يا عيني. حتى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. هو جاي امر الله لما حال العالمين احنا ما نعرفش، لكن بادر. طب يا عم شيخ انا عملت بلاوي، عملت ذنوب كبائر، ايه المانع يعني؟ ايه المانع؟ ايه المانع؟ عملت، تعالى. الا من تاب، الا من تاب، والله العظيم ده ربنا بيحنوا عليكم، ده ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل برحمته ليكم. والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ما بيشركش بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا أهو قتلت، أشركت، زنيت، سرقت، نصبت، بلطقت، عملت، عملت ده كله. شوف بيقول لك إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أبشر بس صر على التوبة، واعزم إنك أنت ما ترجعش تاني، وإن شاء الله ربنا هيبدل لك كل إيه؟ هذه السيئات حسنات. مش تزني وبعد كده تقعد تعيط لي شوية، وبعد كده تزني وتجي تعيط لي شويه، وبعد كده تزني، ايه الشغل اللعب ده؟ انت بتلعب مع مين؟ وبتلعب بالقران والسنه؟ لا، فوق وعقل وفوق وعقلي. الموت بيلف حوالينا. مين اللي هيقع في هذه الدايره؟ الله اعلم. استعدوا للقاء الله جل وعلا. ابشروا برحمه الله ان تبتم الى الله، لا تيأسوا ولا تقنطوا من روح الله. اعلموا ان الله جل وعلا لطيف بعباده. سيدنا موسى لما قبر هارون قعد يبكي على القبر. فربنا أوحى إلي يا موسى لو علمت، لو علمت ماذا أفعل بأهل القبور وماذا لطفي بهم لتعجبت. والله لا تتعجب وأنا بلطف بهم التائبين، لكن أهل المعاصي طبعا حفرة من حفر النار. يا موسى لم أنساهم وهم على ظاهر هذه الأرض مرزوقين، أفأنساهم وهم في بطن الأرض مقبورين. يا موسى، يا موسى إني أعلم بكثرة ذنوب عبادي ولكني أعلم بقلة حيلتهم. أنا برحمهم عشان قلة الحيلة بتاعتهم، وأنا عارف إن هم، وأنا عارف إن هم كثير الذنوب. ارجعوا ربنا، جددوا الإيمان إن شاء الله. الأرقام المركز اللي أنتوا خدتوها والواتس، بس أنا لا أتلقى أي تفسير أحلام على الواتس إن شاء الله. ابعت مشكلتك، فتواك، العلاج بالقرآن، إلا حلم على الهوى فقط لا غير. فإلى أن ألقاكم السبت الجاي إن شاء الله، السبت القادم في تمام الساعة 8 مساء، ألقاكم في رعاية الله وأترككم في رعاية الله. إلى أن ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.